الحلقة الـ24. أم جلال، أنت ما دفعتيش نفر الجمعية الشهر ده. إزاي أنا دفعالك؟ أنت ناسية، أول يوم في الشهر. أول يوم في الشهر ده مبارح. أنا دافعة أول يوم في الشهر. هي هتعمل كده ومش هتعرفي تاخدي منها لا حق ولا باطل. لما لسانك اسمك إيه أنت؟ أنا عمري ما أكل مال حد. يا ستي إحنا عمرنا ما هنقول عليكي كده، أنت بس متلخبطة، وأنا وسميرة بنفكرك، أنت ما دفعتيش نفر الجمعية. أنا دفعت أول الشهر. ريحي دماغك واعملي زي ما كنت بعمل. كنت بتعملي إيه؟ بدخل أوضتها واخد الفلوس من البوك بتاعها على طول كده مني لنفسي. سامعاكي، عايزة فرح تسرقني يا سميرة؟ يا أم جلال هناخد نفر الجمعية بس. يبقى أنت بقى اللي كنت بتسرقيني. الخلاط أبو غط أحمر والشبشب الزنوبة الأصلي. هو الشبشب الزنوبة في منه أصلي ومنه تقليد؟ لبسيني أي مصيبة يا ولية أنت وخلاص. أنا اللي حيمد إيده على حاجة ليا حقطعها له. انتوا ما شفتوش وش ام جلال التاني؟ ده انا ولعها نار ولا تسرق. وبعدين بقى في اليوم ده ربي، هو مين اللي هيقبض الشهر ده؟ ام حنفيه. يا لهوي، دي وليا شرشوحه وهتنطلك كل شويه لحد ما تاخد النفر كامل. دي مره دخلت الجمعيه مع ياسمين مراد كريم الحلواني واتاخرت عليها يوم، بس يوم واحد يا اختي. فضلت تدغدغ في شقتها لحد ما لمت لها نفر الجمعيه وقبضته لها يا اختي. قبضته لها وهي بتجبس ذراعها بعد ما خدت منها العلقه التمام. يا حلاوه، ما كناش دخلناها يا سميره من الاول. احنا كنا لاقيين انفار يعني. المشكله ان في اتنين كمان ما دفعوش وقالوا لي كمان اسبوع. كنت هقولك عادي، لكن مع ام حنفيه مش عادي خالص. ما تجيب الموبايل شوية، انا خلصت مذاكرة. انت لسه؟ ما انا زهقت. هتلعب شوية بقى قبل امك تاخدك. لما خلص الدور ده هات انا خلصه بقى. طيب بقولك لا. هات بقى يا سليم، اسمع الكلام. سيب الموبايل. هات بقى يا عم، هات اسمع الكلام. عاملها معاك يا. الو، انت اتصلت بمين؟ سليم. عمته ندى. ازيك؟ ازيك يا حبيبي، انت متصل بيا فيديو كول ومغطي الكاميرا ليه؟ لا انا مش قصدي. مش قصدك تتصل ولا مش قصدك تغطي الكاميرا؟ اوبا، دي عمتك دي يا سليم، دي حلوة قوي. ايه ده، انت مين؟ انا صاصة، ام سليم بقى تبقى خالتي. صاصة؟ ايه المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده يا سليم؟ هي الشقة دي عاملة كده ليه؟ أنا شايفة وراك شرخ في الحيطة وشباك مكسر وقديم. أنتوا فين؟ أصل إحنا سيبنا شقتنا ورحنا بيت ماما القديم. سبتوا البيت من غير ما حد يقولي؟ ينفع الكلام ده؟ أنا لازم أجيلك حالا أطمن عليك، أعرف أنت كويس ولا لأ. ابعتلي لوكيشن وأنا هكلم مامي حالا. مامي؟ أنت كنت بتقول مامي زمان يا؟ أوكي هبعت. حاضر. ظروف بقى يا ندى، مشينا بسرعة. كنت تكلميني يا فرح، هو سليم ده مش ابن اخويا؟ احنا كويسين ما تقلقيش. انا شفت الشقة اللي انتوا قاعدين فيها، انتوا عايشين فيها كده ازاي؟ دي شقة سميرة، سليم كان قاعد فيها بس انا شقتي احسن. ومالها شقتي بقى يا اختي؟ مش وقتك خالص، مش عاوزاكي تقلقي يا ندى خالص. سليم بعتلي لوكيشن وبكرة هبقى عندك بعد الفطار. ما تتعبيش نفسك، الحسين بيبقى زحمة جدا في رمضان. مفيش تعب، انا جاية، مع السلامة. لا قوليلي بقى، مالها شقتي بقى؟ عايز اعرف. بقولك ايه، انا مش ناقصاكي، عندي مصيبتين بكره، ندى وام حنفيه. طب ام حنفيه وعرفناها، انما عمه الواد عايزه تزوركوا بقى ليه ان شاء الله؟ ايه المشكله يعني؟ ندى عاوزه تيجي تتشفى فيا، طول عمرها شايفه نفسها وبتلقح عليا بالكلام، وما تصدق بقى تشوفني وانا عايشه في الحته دي. يا عيني، هتشوفك عايشه مع عالم زباله زينا طبعا. انا ما قصدتش حاجه والله، انا بتكلم من وجهه نظرها هي. يعني انت عايشه مبسوطه هنا؟ انا هتبسط لو عرفت لم الجمعيه بتاعت ام حنفيه. هي ام جلال فين؟ دخلت اوضتها يا اختي وقفلت على نفسها من جوه. وبعدين بقى سيبي لي انا ام جلال، وانت لم اللي ناقص بكره. يعني كان لازم انت وصاصة تتخانقوا على الموبايل ومفيش غيرها تتصلوا بيها بالغلط؟ انا معرفش ده حصل ازاي، انا اصلا فاتح لعبه. اهو قضاء ربنا بقى. ماما يعني ايه قضاء ربنا؟ يعني حاجه ربنا كاتبها علينا يا حبيبي. يعني ايه كاتبها علينا؟ يعني مهما حصل هتحصل لنا، رضينا او مرضناش. طيب ايه ده، بصي السؤال في كشكول ام الغلام ده مكتوب: ليه نفكر ونتعب مدام اللي هيحصل هيحصل.
انت كاتبه كده اهو، يعني سالتي نفس السؤال بتاعي وكمان كاتبه بعده. مدام ربنا عارف ايه اللي بيحصل يختبرنا ليه، وكتبت كمان ما يدخلنا النار او الجنه على طول. دي اسئله صعبه قوي يا سليم، محتاجه تفكير. يعني مش هتقدري دلوقتي تفكري وتجاوبي عليها؟ هجاوب بس مش دلوقتي، عشان دي حاجه محتاجه مني بحث وتفكير. اوعدك بكره اكون دورت وعرفت، بس ادعيلي اعرف الم الجمعيه وربنا ينجيني من ام حنفيه. هقول لك ليه غني وفقير، قولي الناس ما تعيش كتير، واحنا صغار كنا بنحتار ليه في صراع بين شر وخير. بسرعه شويه عشان متاخرين على المدرسه. لميتي الجمعيه يا مسلم؟ ايه ايه ام حنفيه، انت اللي معادك هنا من الصبح كده؟ النهارده القبض بتاعي. انا لسه بلم، لما ارجع نبقى نتكلم. قصدك لما ترجعي اقبض مش نتكلم، ولا انت ناويه تاخري عليا نفر يا مسلم؟ هيحصل مشكله لو اتاخر شويه. مشكله واحده بس، انا عندي التزامات يا حبيبتي، ده انا اجيب لك الديانه ونعسكر على باب شقتك، انت ما تعرفيش ظروفي. انا قصدي اتاخر ساعه ساعتين مش اكتر، يعني الحق امشي بقى عشان الم الجمعيه. يلا يا ولاد. امسكي يا مس شيماء طرف الستاره وقفي في اخر المكتب، وانت يا مس اسماء وقفي الناحيه التانيه، شدي كويس ما تتعبونيش، كفايه البرد اللي عندي. صباح الخير يا مس الهام. ناوليني المقص يا فرح، هتلاقيه جنبك هناك. اتفضلي. انتوا واقفين كده ليه يا جماعه؟ عقبال عندك بفصل ستاير، عمو برعي عاوز ياخد على الستاره 250 جنيه تفصيل. قلت ليه يعني؟ اقص انا وخيط واسرج في المدرسه، والبنات يقفلوها في حصه التدبير المنزلي واديهم الدرجات على الستاير. شدي من عندك يا مش شيماء ما تتعبونيش. مبروك. انا بس كنت عايزه فلوس الجمعيه عشان هقبضها. انا مش قلت لك هديكي اخر الاسبوع؟ صاحبه النفر بتزن ولازم تقبض النهارده. انا صرفت الفلوس على قماش الستاير، عبد الغني هيقبض اخر الاسبوع. وسعي بقى من قدامي يا فرح، القماش هتورب مني. ما ينفعش تتصرفي، اصل الست اللي هتقبض دي صعبه قوي. فين المزوره؟ احنا نسيناها في المعمل. هاتيها مس فرح، روحي هاتيها لي بسرعه. والجمعيه عاوزين ارجع قماش الستاير يا فرح. روحي يلا هاتي لي المزوره من المعمل. حاضر. يعني ايه المزوره اصلا؟ ده انت ميح خالص. روحي انت يا مس شيماء هاتيها، وامسكي انت بقى الستاره مكانها يا فرح. لو على ايه تذنب كده، هبقى اسال في المعمل يعني ايه مزوره. تطلع يا سليم تاخد دش وتلبس احسن لبس وكمان لميتي الجمعيه. هو في ايه يا ام حنفيه؟ انت حالفه تقطعي الخلف؟ انت اللي قلبك خفيف، انا بسالك على الجمعيه. انا بلمها، معايا جزء دلوقتي تاخديه؟ لا، ما احبش التقطيع ده، انا عاوزاها كلها. طب عدي عليا بعد الفطار بقى. ماشي. اشرف، انا ممكن اطلب منك طلب؟ امريني. ممكن تسلفني 4500 جنيه لحد اخر الاسبوع؟ فاجئتيني، بس محلوله. بس كده بعد الفطار هيكون عندك على طول. ايه رايك، شكلي حلو؟ شكلك حلوه قوي. ماما، هو انت اللي خايفه من طنط ندى؟ انا مش خايفه طبعا، انا بس مش عاوزاها تحس ان احنا مش مبسوطين او مش عايشين كويس. طب ما احنا كده. انا بس عاوزاها تحس ان احنا مبسوطين وعايشين كويس، وبعدها انا متاكده انها مش هتجيلنا تاني. طيب صحيح ماما، هو انت عرفتي اجابه السؤال بتاعي؟ دورت بس اجابته صعبه قوي، مش عارفه هتفهمها ولا لا. السؤال اللي انت عاوز تعرف اجابته ده، الانسان مسير ولا مخير؟ يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في ظروف معينه، يعني مثلا انت ما اخترتش مين مامتك ولا مين باباك، دي ظروف اللي انت اتخلقت بيها، دي ربنا مش هيحاسبك عليها. بس انت هتختار تتصرف مع الظروف دي ازاي، دي الحاجات اللي هتتحاسب عليها. فهمت؟ تقريبا. ايوه يا ندى، انت فين؟ هي دي العماره، اطلعي. ايه ده، هي لحقت تطلع؟ ام حنفيه فين الجمعيه؟ ما تقوليليش انها لسه ما اتلمتش، عشان انا مش هحلك غير والجمعيه في ايدي. مش وقتك خالص.